أحداث مثيرة هذا العام في كرة القدم الإيطالية، لكن الحدث الكبير المثير عودة روما، عودة الإنتر، وكرة الآن خطيرة. الله الله جول، هدف لمهدي بن عطية ويسجل الآن، لكن العمل الكبير من مهدي بن عطية، تقدم وسدد وبعد ذلك سجل هدف المباراة. يا سلام يا سلام على المغربي في حالة سقوط كثير لنادي روما، 28% 29% مقابل 21%، ولاحظ الآن مرتدة وتوتي في المكان السليم، وتوتي يرسل كرة وجيرفينيو، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول. سحر، كيف كان روما قبل دخول توتي، وكيف أصبح روما بعد دخول توتي، ومرة أخرى كل الأهداف تأتي في الشوط الثاني، ومعظم الأهداف تسجل.